ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن قلوب العباد بين يدي الله تعالى يقلبها كيف يشاء، فمن شاء الله أقام قلبه ومن شاء أزاغه. اعلموا أحبتي في الله أن الله ذكر في القرآن الكريم أن عباده يكثرون من قولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وضرب الله لنا مثلا بقوم موسى الذين أنعم الله عليهم وفضلهم على العالمين. ضرب المثل في انقلاب القلوب، وليس انقلاب قلب واحد، إنما هي أمة كاملة مجتمعة. تقلب رهيب يقول الله عنه في كتابه الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتبين أن السبب في هذا الانقلاب هو الإدمان على المعاصي، فكان العقاب مصيرهم، فحذرنا الله من صنيعهم وأعمالهم. أحبتي في الله، إن أول طريق لإصلاح القلب هو استحقار الدنيا، واستحقار الدنيا ولذاتها، وطلب الآخرة ودرجاتها ونعيمها. فالدنيا مهما طالت فلا بد من تركها، فنعيمها فان وليس بباق. وإن لحظة واحدة في جهنم نسأل الله أن يبعدنا عنها وإياكم، وإن لحظة واحدة في جهنم لكفيلة بأن تنسي صاحب الدنيا دنياه وصاحب اللهو لهوه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فبغمسة واحدة أحبابي في الله، فبغمسة واحدة في النار نسي الدنيا ونعيمها وأهلها ولذاتها. فيا لها من لحظات عصيبة، ويا له من يوم يشيب فيه الولدان، يوم ينادى على العبد فيعرف سبيله إما إلى الجنان أو إلى النيران. عباد الله، أحبتي في الله، إن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها الله للمتقين. فيا حسرة ويا خيبة من لم يجد لنفسه فيها موضعا. فمن لم يجد قلبه يشتاق إلى الجنة فليحذر النار ولهيبها وجهنم وحرها. وهذا من أهم أسباب صلاح القلوب أيضا. فأعرض قلبك على كتاب الله تعالى وعلى هذه المواعظ، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بقلوب خاشعة، ففي تدبرنا لكتاب الله تعالى تحيا هذه القلوب. وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وطاقة القلب تستمد من القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو حياة للقلوب،
وحياة لمن لا حياة له. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بقلوب خاشعة وبنفوس حية مخبتة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.